لبنان رجعت تاني في الأخبار. هل هي كانت اختفت؟ الإجابة لا، بس الرئيس الفرنسي اشتغل على الخط بيروت باريس رايح جاي، خد فيها اوفر تايم كتير. المهم، وطلب من الرئيس اللبناني انه واللبنانيين يكلفوا بقى حكومه، فجابوا الاخ اديب على اساس انه هو يشكل الحكومه. بقى له فتره طويله تتجاوز الشهر، لكن حتى هذه اللحظه مصطفى اديب اعتذر عن تشكيل الحكومه وقال الرئيس اللبناني قال لك الراجل ده انا بكذب كل تصريحاته، لان انا طلبت منه انه هو يشكل حكومه وهو بيقول لا انا فشلت في ده. ترجع لمصطفى اديب تقرا تصريحاته يقول لك والله القصه باختصار ان انا القوى والكتل السياسيه هي اللي بتعرقلني. المواطن اللبناني بقى رافض النهارده حاجه في المصطلح اللبناني اسمها المحاصصه، يعني الشيعه اليوم حصه حسب اتفاق الطائف وكل طائفه لها حصه، لا هو مفروض المواطن اللبناني النهارده بيطالب ان من يختار للحكومه هو الاكفأ، بعيدا بقى عن ملته ودينه وحاجته. احنا مش بنختار ناس، انا مالي ومال دينك وملتك، انا يهمني شغلك، هل انت كفء؟ تعالى اركب واشتغل. معايا على التليفون من لبنان المحلل السياسي اللبناني استاذ باسل الخطيب. مساء الخير استاذ باسل. مساء النور استاذ محمد علي خير. كيف ترى اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة؟ أنا كنت متوقع صراحة هيدا الشيء، لأنه اليوم نحن بلد قاصر وبلد متلقي للقرارات، وكل القرارات يلي بدها تطبق بلبنان بدها تجي من الخارج. اليوم القوى السياسية في عندك قوى سياسية حابة تشتغل وحابة ينهض البلد، وعندك قوى سياسية عم تطبق أجندة خارجية وهي عم تعطل، وهي اللي ما بدها وما لها مصلحه ابدا انه يصير حكومه اليوم، لانه بدها شيء على قياسها، بدها شيء مثل ما هي بدها، بدهم المحاصصه وبدهم يقسموا مثل ما هن بدهم، وبدهم يحتفظوا بوزارات معينه لالهم، ما في قانون بنص على انه في وزاره هي حكر على طائفه معينه او كتله سياسيه معينه. صحيح. وهذا شيء بيخرب البلد، وهذا شيء منه مفيد ابدا ولا بمصلحه البلد. من امتى في بلد يعني بيجي بيقول لك انا هيدي الطائفه او هيدا المذهب لازم يكون عنده هيدي الوزاره على مدى سنين؟ الشيعة عايزين مثلا تحديدا وزاره الماليه، ليه يعني ما ياخدوا اي وزاره لو عايزين لصالح البلد؟ يعني هي وزاره الماليه لانه تعتبر فيها وزير الماليه يعتبر هو التوقيع الثالث، يعني بيقدروا يوقفوا مراسيم، هذا اولا. ثانيا صار لها فتره معهم وصار لها سنين، يعني بيقدروا هن يقولوا، بيقدروا هن مش يقولوا، ولكن هن بدهم يحافظوا على السريه، على الصفقات يلي صارت، على الاموات يلي صارت، كل التوقيع لعده مشاريع وعده تلزيمات وصفقات. استاذ باسل، بعد اعلام مصطفى اديب عن فشله في تشكيل الحكومه، للاسف الليره تراجعت والدولار ارتفع وكسر حاجز 9000 ليرة للدولار الواحد. كده المعيشة تزداد سوءا للمواطن، على المواطن اللبناني. احكي لي انتوا عايشين ازاي؟ نعم، يعني اليوم نحن كنا عم نشوف انه الدولار او الليرة اللبنانية هبطت 80% من قيمتها، خسرت 80% من قيمتها مقابل بالنسبة مقارنة طبعا لسعر صرف الدولار ومقارنة للقيمة الشرائية للليرة. اليوم الفقر زاد، العالم عم ياخذوا رواتبهم، ما بيطلعوا ابدا، ما بيطلعوا شيء بالنسبه للمشتريات وللسله الاستهلاكيه. صرنا عايشين نحن ناطرين البضاعه المدعومه مثل الخبز والطحين والقمح والرز والسكر، يعني العالم عم تعاني، في انهيار بالاقتصاد، في اكتئاب لدى الناس، في حالات انتحار، في حالات من الأمراض النفسية، في مشاكل اجتماعية كثير كبيرة وأزمة اجتماعية، الأزمة النقدية تحولت لأزمة اجتماعية. يعني إذا بدي أقول لك إنه هيدا مش لبنان، نحن الشيء اللي عم نمرق فيه ما بتتخيل إنه هيدا لبنان هيك صار، هول اللبنانية هيك صاروا، في مشكلة كثير كبيرة، البلد يتجه إلى الانهيار التام، ونحن يعني ما راح نلاقي إذا هلا بيفتحوا أبواب السفارات العالم كلها بتهاجر. لانه العالم ما بقى عنده. هل عندكم كهرباء، ميه، خبز، بضاعه، مواد غذائيه في محلات البقاله؟ نعم نعم، كل شيء مأمن وكل شيء موجود، ولكن الاسعار مرتفعه. مصرف لبنان عم يدعم، وهيدي مش شغلته طبعا، ولكن هو كبنك مركزي اتخذ على عاتقه بالتنسيق مع السلطات النقديه انه يدعم المواد الاساسيه، السله الاساسيه يلي هي الطحين مشان القمح، ويلي هي بعض المواد الغذائيه مثل الرز والسكر والحبوب، ويدعم ايضا الدواء، ويدعم ايضا المحروقات. ولكن المشكله انه الدواء عم يتهرب لسوريا، بدعمه مصرف البنك المركزي. لسه الدولار ايضا بيتهرب لسوريا؟ نعم اكيد دولار. اليوم عم يتهرب المحروقات، يعني هلا صار لها فتره مثلا البنزين تبع السيارات عم يتهرب على سوريا وبينباع بسوريا بسعر عالي. طب عفوا استاذ باسل، في تقديرك من الذي افشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومه؟ يعني افشلته طهران عبر حزب الله في لبنان طبعا اكيد. هذا شيء معروف، وحزب الله عم بيشتري الوقت لانه عنده كتله الممثله بالبرلمان والوزراء السابقين. طبعا هن ما بدهم حكومه هلا، هن عم يشتروا الوقت لانه هن عم بيراهنوا انه بعد الانتخابات الامريكيه ممكن ترامب ما يجي، ممكن يجي بايدن، ساعتها هن بيكون على معهم اتفاق مع بايدن، مع انه السياسه الامريكيه هي وحده، ولكن بما انه ترامب يمكن ما اتفقوا معه فبيشتروا الوقت لحتى بيقولوا بركي ما ربح ترامب، ربح بايدن، بيتفقوا معه. فهن اللي افشلوا هيدي طيب سعد الحريري قال لمعارضي مبادره ماكرون ستعضون اصابعكم ندما، هل تتفق معه؟ نعم اكيد، لانه هيدي تعتبر كانت الفرص الاخيره للبنان. يعني مش معقول انه رئيس دوله بحد ذاته، مثل ما حضرتك كنت عم تقول استاذ محمد علي خير بالمقدمه، انه الرئيس الفرنسي صار عم يشتغل على الخط، بيجي وبيروح. يعني مش معقول انه رئيس فرنسي يجي يدخل بالسياسه الداخليه اللبنانيه لحتى يسعى يساعد ويداعم ويفوت بالمبادره، واخر شيء بفشلوها. طب هذا شيء مش مقبول، هاي فرصه لبنان الاخيره، صار لها 15 سنه منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري والبلد ينهار ويتراجع، وفي تعطيل، وكل مره تشكيل الحكومه عم ياخذ اشهر وما في عندك. طب حضرتك شايف الخطوه القادمه هتبقى ايه؟ الخطوه القادمه هي بانتظار غدا صباحا المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي ماكرون لحتى نشوف شو بده يحكي، وعلى اساسها طبعا بيتحرك البلد. يعني انا بشوف التعطيل، ومثل ما قلت لك كنت متوقع هذا التعطيل يلي صار لحكومه أديب، كمان بتوقع انه ما يصير في شيء ايجابي قبل الانتخابات الامريكيه ونحن وضعنا مرتبط ب، لانه هيك عم تشتغل الفئه المعطله، ما عندهم مصلحه يكون في دوله، هن بدهم غابه. نعم. ما عندهم مصلحه يكون في دوله ابدا. انا بشكرك استاذ باسل الخطيب المحلل السياسي اللبناني.